رسالة إيمانويل ماكرون إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان. تستقبل العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة 2024 التي تبدأ في 26 من يوليو وحتى 11 من أغسطس. وفي كل دورة نشهد منافسات قوية ضمن منافسات كرة القدم، وتضم المنتخبات الأولمبية لمختلف البلاد، مع إمكانية ضم 3 نجوم من فوق السن القانوني، وهو سن 23 عاماً. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في تصريحات صحفية بأنه يأمل في أن تقدم بلاده منافسات قوية عامة وفي كرة القدم خاصة، من أجل حصد الميدالية الذهبية في ظل وجود تنافس كبير بين نخبة المنتخبات الأوروبية واللاتينية. المجموعة التي يوجد بها منتخب الديوك ستجمعه مع المتأهل من الملحق الإفريقي الآسيوي بجانب منتخبي أمريكا ونيوزيلندا. ووجه ماكرون رسالة إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مؤكداً أنه يأمل في مشاركة نجوم مثل أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا إلى جانب كيليان مبابي مع المنتخب الفرنسي الأولمبي. تأتي تلك التصريحات بالرغم من صعوبة حدوث ذلك بسبب وجود منافسات يورو 2024 والتي سيشارك فيها منتخب فرنسا الأول في ألمانيا قبل بداية دورة الألعاب الأولمبية بأيام قليلة. فهل تحدث أزمة بين الأندية المذكورة مع منتخب فرنسا الأولمبي؟ أم يتمكن اللاعبون من الظهور في البطولتين بالرغم من زيادة ضغط المباريات على كل منهم؟